السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وغادي مع رمضان مزيان. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفكره اللي كاين بزاف الناس كيديروها في يوتيوب، حتى انا قلت نجربها نشوف واش غتفاعلوا معها. المهم سولتكم في فيسبوك وفي يوتيوب شنو اول حاجه غادي ديروا من بعد ما يسالي الحجر الصحي او من بعد ما غادي نخرجوا ان شاء الله. نشوفوا الاجابات ديالكم. شوفوا سميه قالت لك غادي تسافر، الله يسخر، حنا كاملين باغيين نسافروا ان شاء الله. انا في الاخر غادي نقول لكم شنو غنديروا ان شاء الله من بعد. محمد رضا العقوبي قال لك انا غادي نبات في الزنقه بالفرحات عليك اودي، راه بياضيتي في هذا الحجر الصحي. منى قالت لك انا غادي ناكل ماكدو وندي عندنا غير نتمشى. قنطتي ولا تكوليتي؟ المهم جمال قال لك غادي نمشي ندير فيديو كليب مع صاحبي. الله يسخر لك اخويا، الله يسر الامور. عبد الجليل قال لك غادي نمشي نشوف الوالدات، وحشة اخويا، كاع توحشنا الوالدين ديالنا، راه شحال ما شفناهم. المهم الله يوصلك عندها بخير وتكون هي بخير ان شاء الله. فضيله قالت لك السلام، انا رجع ندير سبور حيت غلاضيت. او اختي قللي من الماكله، راه جلسة على السريط والمريط يمكن. ياسمين ولا غيزلان اللي عندها هي حتى هي دارت شين جديدة، دخلوا ديروا لها ابوني. نخلي الليان ديال اللي كاع اللي عندهم شين، نخلي الليان ديالهم في الديسكريبسيون ولا بغيتي تدخل ديروا لهم ابوني. قالت لك غادي نمشي للبحر نيشان ما نوقف تنضرب في شي موجة. ان شاء الله الله يحيد علينا هذا الوباء، نرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا. اسامه قال لك حنا فات عندنا. الناس ديال العيون دابا راه تلقوا لهم سميتو، تلقوا الخدمه غير. المهم تلقوا بداو كيطلقوا الحجر شويه بشويه في العيون، بداو كيخدموا كاع الخدمات غير الحلاقه والقهاوي وداكشي اللي كيتجمعوا فيه الناس اللي ما خدامش. كمال قال لك غادي نشري ميكرو احترافي وكارت صون صوب شي استوديو احترافي للتعليق الصوتي. الله يسخر لك اخويا كمال، الله يسر لك الامور. فاتحة قالت لك سيدي انا غدا نبقى نخرج صباح وعشية، او حتى يفوت هادشي ان شاء الله ونشوف واش تخرجي صباح وعشية ولا غير مصدع انا دابا. هذا ما كان اللي عجبتكم هاد الفكرة هادي، بقاو نديروها مرة ان شاء الله في مواضيع اخرى. اما الحاجة اللي غادي نديرها انا ان شاء الله، نتمنى من كاع الناس من اللي يفوت هادشي، نشكر الله سبحانه وتعالى انه حيد علينا هاد الوباء ونرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا ان شاء الله. اما انا غادي نسافر نشوف والدي، راه دابا يمكن من العيد الكبير اللي فات ما شفتهم، كنهضروا غير في الواتساب ابي الفيديو صافي. هذا ما كان، الله يحيد علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله. وما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم هذا الكونتوني هذا. بغيتو عندكم شي فكره اخرى نديروها ان شاء الله قولوها لي، ولا المهم عطوني نتوما في التعليق شنو غادي ديروا ان شاء الله من بعد هذا الحجر الصحي. تهلاو فراسكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين.